بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. من محاسن الآداب اللي علمها لنا القرآن الكريم من كلام رب العزة سبحانه وتعالى، واللي أرشدنا إليها كمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إليها بفعله عند الدعاء، إن إحنا دائما لما ندعو نتخير من الدعاء قدر طاقتنا جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني بندعو الله سبحانه وتعالى بصيغ من الدعاء، هي عبارة عن إنها كلمات قليلات لكنها تتضمن من المعاني والخير الكثير، يعني جامعة، يعني شاملة لكل معاني الخير وما يحتاج إليه الداعي في دعوته وفي سؤاله لربه سبحانه وتعالى. فيدعو الإنسان بجوامع الكلم وبما يحقق للإنسان الخير العميم النافع في الدنيا والآخرة. ومن أهم هذه الدعوات الجامعات من جوامع الكلم التي أرشد إليها سبحانه وتعالى، والتي كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا يكثر من الدعاء بها، دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمتأمل في سياق الآيات اللي جاء فيها هذا الدعاء، إنه ورد هذا الدعاء في ختام ما جاء الكلام عنه من أحكام الحج في القرآن الكريم. وإحنا بنختم شهر رمضان المبارك ونحن في آخر يوم من هذا الشهر العظيم، أحرى بنا أن نختم شهرنا الكريم بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء هذا الدعاء زي ما قلنا لحضراتكم في سياق الإرشاد إلى ختم العبادات بذكر الله تعالى ودعائه. الله سبحانه وتعالى يقول في خصوص الانتهاء من عبادة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. فترشد هذه الآيات المباركات إلى أنه عندما تنتهون أيها المؤمنون من القيام ومن الانتهاء من أعمال عبادة الحج وتفرغوا منها، طبعا بأنكم، لأن الآيات جاية في ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وتكملت الآيات اللي احنا تلوناها على حضراتكم بأنه أيها المؤمنون لما تفرغوا من تمام أداء أعمال الحج، وبعد كده برمي جمرة العقبة، وأنكم تطوفوا، وبعد كده أصبحتوا في أيام التشريق اللي هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، عليكم بقى في الأيام دي أن أنتوا تكثروا من ذكر الله تعالى، لأنه هو الموفق الجدير بأن تذكروا جل جلال الله، وأنه هو الموفق الذي أعان ويسر وهدى إلى أنكم تقدروا تقوموا بهذه العبادة، وأنكم كمان تتموا أداء هذه العبادة. ودي نعمة تستحق الشكر، ومن الذكر الشكر، أن الإنسان يشكر الله كذلك بكثرة ذكره. فاذكروا الله، اذكروا بالتحميد، نقول الحمد لله، والتمجيد والتهليل والتكبير، فنقول الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ونبذل الجهد في كثرة الذكر بعد تمام العبادات اللي بنقوم بيها. عشان كده احنا بنقوم وهيبقى في صلاة العيد، ومن السنة إنه التكبير بيبتدي، ونحن بنبدأ في التكبير،
ومن ليلة العيد بنبتدي نكبر لغاية ما نروح للمسجد، فإحنا بنكبر وبنكسر من الذكر. ليه؟ لأن إحنا في ختام عبادة، ختام عبادة الصيام، هذا الركن العظيم، فنكبر الله على ما هدانا إلى أنوار الحق، ونكسر من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والتمجيد لله العظيم اللي هدانا إلى أنوار الحق. ربنا قال نذكره ونكثر من ذكره، وبعدين قال كذكركم آباءكم. المعنى هنا يتجه إلى كثرة ذكر الآباء والأمهات، إما في حال الصغر وإما بالمخاطبين بهذا الكلام، يعني كما كنتم أيها العرب تذكرون آباءكم، لأن ده وارد عنه، لما كنتم تفرغوا من الحج بتاعكم وتقعدوا بقى تذكروهم بالمفاخر وتبذلوا جهدكم في الثناء على الآباء والأجداد، أو حال زي ما قال بعض الصحابة والتابعين، أو حال ذكر الصغير لأبيه وأمه، دايما ينادي على أبيه وأمه. لكن أنت أذكر الله أشد، أو أشد ذكرا، بل اذكروا الله ذكرا أكثر من ذكركم آباءكم، لأنه هو المنعم عليكم، هو المنعم عليكم وعلى الآباء، فهو المستحق للذكر والثناء مطلقة، لأنه صفات الكمال لله تعالى غير متناهية جل جلال الله. ثم تكلم الحق تبارك وتعالى في سياق الآيات التي جاء في قلبها هذا الدعاء، تكلم عن صنفين من الناس في دعائهم، يعني في مسألتهم وفي طلبهم من ربهم. صنف بيطلب حسنة الدنيا فقط، وصنف بيطلب حسنة الدنيا والآخرة. وبعد كده بيظهر لنا السياق القرآني حال السائلين بعد ما طلبوا. فقال الحق سبحانه وتعالى في الأول منهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني ده كان حال بعض الناس، ومن هؤلاء الناس المشركين في دعائهم كانوا يسألون حسنات الدنيا لما هم في الحج وحسب. طبعا هم كانوا بيحجوا إلى بيت الله العتيق، وده من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن أشركوا في عبادة ربهم جل في علاه، وكان كل نصب أعينهم وكل ما كانوا يرجونه إن هم يطلبوا في الحج الإبل، في الدعاء بقى يطلب ارزقنا إبل، ارزقنا بقر، ارزقنا غنم، ارزقنا زوجات، أموال، أبناء. ده كان كل طلبهم منحصر في حسنة الدنيا فقط. لكن هذا الصنف من الناس كما تقول الآية وما له في الآخرة من خلاق، يعني مالوش في الآخرة حظ ولا نصيب، لأن كل همه وكل انشغاله بالدنيا فقط ونعيم الدنيا فقط، مش مشغول بالآخرة، مش مكترث بالآخرة. والمؤمن في سيره إلى الله لابد إنه هو يبقى عنده حرص على حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، لأن حسنة الدنيا تقوده إلى حسنة الآخرة. والفريق الثاني بقى، وهو الذي وفقه ربه في دعائه فسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، فكان دعاؤهم كما أخبرنا المولى سبحانه وتعالى، ومنهم، يعني صنف الثاني من الناس، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمتدبر والمتأمل والمدقق في هذا الدعاء يجد إنه اشتمل على دعوات جامعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني تضمن في سؤاله لخير الدنيا بأوجز لفظ وأوجز عبارة، لكن معاني كتيرة قوي. إيه خير الدنيا ده؟ إيه حسنة الدنيا؟ جمعت هذه الدعوة كل خير يتمناه العبد، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وستر وغنى وقوة ودار رحبة وزوجة صالحة حسنة برة وذرية صالحة قرة عين لصاحبها وأرزاق واسعة وعلم نافع وعمل صالح
ومركب مريح، يعني سيارات بقى بيركبها دابة من حيوان، من مركبات يصنعها الإنسان من ثناء جميل في دنيا، كل ده من حسنة الدنيا إلى غير ذلك من الحسنات والخيرات. ودعوة هؤلاء الكمل، الدعوة التانية بتاعتهم، الأول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما نسيوش الآخرة اللي هي الملاذ والمآل اللي هيعودوا إليه، الدعوة التانية وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أي ربنا آتنا في الآخرة حسنة. وهذه الحسنة لا شك إنها حسنة الآخرة، حسنة الآخرة اللي هي الجنة، لأن من لم ينل هذه الحسنة العظمى وهي الجنة يومئذ فقد حرم جميع الحسنات. إيه أعلى حسنة؟ الجنة. وحيدخل بقى فيها ويدخل ضمنها باقي حسنات الآخرة، اللي منها الأمن من الفزع الأكبر، أهل الإيمان بيكونوا في أمن من أهوال يوم القيامة. نعم هي أهوال يعني حتعم على الجميع، لكن رغم شدتها ورهبة المؤمنين منها لكنهم في أمن من الفزع الأكبر، أمن كذلك في تيسير الحساب، دي حسنة الآخرة، في سهولة الحساب وغير ذلك من الأمور، والمرور على الصراط يكون دي برضو من مرور بسرعة على الصراط حسنة، النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، كل دي من حسنة الآخرة اللي بيوفق إليها المؤمنون، وغيرها كتير من الأمور اللي حنجدها إن شاء الله في الآخرة من الأمور الصالحة التي تسعد بها، من الأمور الصالحة التي تسعد بها نفوس المؤمنين يوم القيامة. والدعوة الثالثة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما بال عبد آتاه الله حسنة الدنيا وآتاه الله حسنة الآخرة ووقاه الله عذاب النار، كل شيء فاز، فاز ورب الكعبة. ولما يسأل المؤمنون ربهم وقنا عذاب النار، ده يقتضي إيه؟ يقتضي تيسير الأسباب في الدنيا لهؤلاء بأنهم يجتنبوا المحارم والآثام ويتركوا الشهوات والشهوات والأشياء الحرام والشبهات، ويتضمن هذا الدعاء الحفظ والرعاية والوقاية والعصمة من السيئات ومن عمل السيئات أو من كل الأعمال التي تؤدي إلى عصيانه سبحانه وتعالى، فبيرزقوا التوفيق لأنه دعا ربنا وقنا عذاب النار، وعنده حرص لأنه أكيد اللي حيواظب على هذا الدعاء بقلب يقظ حي هو اللي حيوفق إلى أنه يكون من الموفقين في الدنيا باجتناب السيئات وفعل الصالحات. وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن دعوا الله تعالى فقالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما وفقوا إلى سؤال ربهم هذا بهذا الدعاء الجامع، هذا الصنف الثاني من أهل الدعاء بهذا الدعاء الجامع، عقب بيان جزائهم فقال، يعني عقب بيان الدعاء بتاعهم كانت الإجابة لهذا الدعاء، فقال أولئك، إشارة إليهم إلى أصحاب هذه الدعوة الكريمة بالحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، فقال أولئك لهم نصيب. النصيب يعني الحظ، الحظ الوافر في الجنة. كلمة النصيب بتطلق على حظ الإنسان من خير أو شر، ولكن هنا في السياق بإشارة أولئك، اسم الإشارة لتفخيم حال هؤلاء الذين يدعون ربهم يسألونه من خير الدنيا والآخرة، مش بيسألوا بس من خيرات الدنيا لأنه ده خلل في الدعاء، بيسألوا يسألون الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، دول اللي بيسألوا ربهم وطامعين في عطاء الله، طامعين في أن يحظوا ويفوزوا بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة، لهم نصيب، أولئك لهم نصيب،
لهم نصيب، لهم حظ وافر من إجابة دعائهم، ولهم حظ وافر من أنهم يكونوا من أهل الجنة مما كسبوا، أي لأجل ما عملوا من حجهم وإتمام أعمال الحج وختام الأعمال بكثرة ذكر الله، ويكثرون من ذكر الله أكثر وأشد من ذكرهم للآباء وللأجداد، مما كسبوا من صوالح الأعمال في إخلاصهم من القيامة من القيام بعبادة الحج والتضرع الخالص في الدعاء. لأنه من ضمن أعمال الحج والعمرة، من أعمال الحج إيه؟ الأذكار، الدعوات، الانتقالات. فإحنا من ضمن ما نقوم به هو كثرة الذكر وكثرة الدعاء والانتقال من مكان إلى آخر، وده ملخص لأعمال الحج. وكذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لهم نصيب، هذا النصيب الحظ الوافر من الخير بسبب ما كسبوا من أعمالهم الصالحة، ختموا الحج بتاعهم بكثرة الذكر والدعاء وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، وعادوا سائرين على طريق الحق المستقيم، فليهم نصيب وافر من إجابة الدعوات ومن قبول أعمالهم وعبادتهم ومن دخولهم وفوزهم بالجنة، والله سريع الحساب. الله سريع الحساب، سريع القبول لدعاء، سريع القبول لدعاء عباده، سريع الإجابة له. هو سبحانه وتعالى عالم بجملة سؤالات السائلين، فهو تعالى سريع الحساب، يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة، ويوشك للقيامة أن تقوم وللناس أن يحاسبوا، فبادروا عباد الله إلى الطاعات واكتساب الصالحات واكتساب الحسنات بعمل الصالحات في دنياكم. والحقيقة إنه هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الدعاء بهذه الدعوات الجامعات هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبادة لربه عز وجل وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم. ورد ده في الصحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما سئل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به، فذكر سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بقوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنستفيد من هذا الدعاء المبارك أننا عندما ندعو الله تعالى نجتهد أن يكون دعاؤنا بجوامع الكلم. تاني معنى جوامع الكلم، أي الكلمات القليلات التي تتضمن المعاني الكثيرة والعظيمة والخير العميم والكثير الشامل الذي يشمل الخيرات والسعادات للإنسان في الدنيا والآخرة. كمان بنتعلم إننا كما نحرص على سؤال الله تعالى من خير الدنيا، يعني الإنسان بيسأل ربنا حاجات كتير تتحقق له في الدنيا من متاع الدنيا، جميل، الله سبحانه وتعالى يجيب للداعي، وانت بتسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حوائجك وانه يرزقك كذا وكذا، ما فيش مشكلة. لكن وانت بتدعي لا ينبغي بحال من الأحوال أن ننسى سؤال الله تعالى الخير والفوز في الآخرة، لأن ده منهج قرآني وهدي نبوي كريم. يبقى احنا من خلال هذا الدعاء بنشوف منهج القرآن في فقه الدعاء عشان نتعلم ده، نختم صوالح الأعمال بكثرة الذكر والدعاء، نختم العبادات بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه هدانا أن نكون صائمين وأن نكون قائمين وأن نكون تالين للقرآن الكريم وأن نكون متصدقين. وفقنا إلى عبادته وهدانا إلى توحيده، دي نعم تستحق الشكر. عشان كده جه
في نهاية عبادة الحج إن إحنا نكثر من كثرة الذكر والدعاء، وكذلك في عبادة الصيام ختمت بالشكر لله سبحانه وتعالى، فنكثر من هذا الدعاء، وهذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم التي وجه إليها القرآن الكريم واتضح فيها منهج القرآن في فقه الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، كما علمنا ربنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين أجمعين يا رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن، مرحبا بحضراتكم جميعا وبسائر مشاهدينا في كل مكان. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة وستر وتوفيق وقبول، وربنا يجعلنا وإياكم من المقبولين والمقبولات، اللهم أمين يا رب العالمين. احنا النهاردة يعني مش هنقدر ناخد أسئلة، وإن شاء الله احنا هنلتقي بعد العيد بحضراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق الدائم، وهنسيب حضراتكم دلوقتي مع الكتاب، كتاب قلوب عامرة، وبعد الكتاب إن شاء الله نعود لنسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة ونحن في حال الصيام، لأنه ده أجدر بقبول الدعاء، فنخشع كده ونتوجه إلى الله ضارعين متوجهين إليه سائلين المولى سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نسيب حضراتكم الأول مع كتابنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. اليوم إن شاء الله هنختم تصحيح سورة الإنسان، فأستسمح حضراتكم استحضار المصاحف معانا لمتابعة التصحيح، وبنذكر حضراتكم بالرواية التي نقرأ بها، وهي رواية حصن العاصم قصر المنفصل. يلا يا شباب عشان نبتدي التصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاء الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عذابا أليما. عذابا أليما. يا لطيف، فعلا أحسنت، وربنا يجعلنا من أهل الإيه؟ البر والإحسان والإيمان، مش من أهل الظلم والعصيان. آمين يا رب العالمين. عبد الله. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يلا يا لينا، وما تشاءون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هقف على الله عشان الهاء حرف من حروف الهمز. الله. الله. أيوة. إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما، لازم أظهر نون التنوين عشان جايلي وراه حرف من حروف الإظهار، الحرف الحاء قدامكم. عليما حكيما. عليما حكيما. يلا يا مريم. يدخل من يشاء. يدخل. يدخل من يشاء في رحمته. أيوة. والظالمين أعد لهم عذابا. لا 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 لا، عذابا أليما. لا إدغام ولا غنة ولا إخفاء، حكمها هنا التنوين إظهار، لأن جاي وراها إيه؟ همزة، حرف من حروف الإظهار. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بلاش أي أنوس. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يلا يا سادن. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنهاردة وآخر يوم صيام، إن شاء الله ما يكونش آخر رمضان علينا جميعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا ولا يخيب رجاءنا. ونذكر بما بشرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أنه من ضمن الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. فنخلي القلوب مما سواه ونحليها بالله ونتوجه إليه ضارعين سائلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا علي يا عظيم أن تختم بالسعادة آجالنا، وأن تحقق بالزيادة آمالنا، وأن تقرن بالعافية غدونا وآصالنا، وأن تجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، فإنا ضعفاء عن حملها، وإن كنا أهلا لها فعافيتك أوسع لنا، يا واسع يا عليم. اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة قانعة بعطائك، موقنة بلقائك، شاكرة لنعمائك، محبة لأوليائك. اللهم إننا مقرون بنعمتك علينا، فتمم إحسانك إلينا فيما بقى من عمرنا، كما أحسنت إلينا فيما مضى منه، بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وارزقنا أجرها ونورها وبركتها. اللهم اجعلنا من المعتوقين من النيران، اللهم اجعلنا من المعتوقين من النيران، اللهم اجعلنا من المعتوقين من النيران بمنك وكرمك يا رحيم يا رحمن. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نحمدك يا ربنا، نحمدك يا ربنا، نحمدك يا ربنا أن وفقتنا إلى هذا الخير في شهر الخير. اللهم تقبله منا، اللهم تقبله منا، اللهم تقبله منا. اللهم أعده علينا بالخير أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ربنا لا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا.
اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين أجمعين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.